فانسي ريستورانتس كتير، محلات لبنانية قد ما بدك، بس هالإحساس ما بعرف، حسيت حالي طلعت عند بالضيعة، محل نقيش على القد، اللي بيتعرف عليك ما بيعوز حتى يروح. خبرنا عن نقيش. أول شيء إنه جاد إكرانيانس، هيدا بلاجر إنهم تشرفونا هون، أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بالتيم. شفتوا هيدا المحل الصغير اللي اسمه مناقيش هون، قلناكم استقبلناكم، قلناكم إنه المحل الضيق بيصير عنده حد، وإنتوا لقلنا مش طعمينا أكثر من مليون حد. بلشت قصة أنا وياك على بمساج صغير على انستغرام، إجا من القلب. وحسيت انه لازم اجي اكل عندك منقوشه، حسيت انه لازم اجي اشوف شو بتعمل، محل صغير مضبوط بس مفعوله كثير كبير بدبي، وعم بتفرجي النفس اللبناني والروح اللبنانيه. صحيح. كيف بلشت الفكره واليوم عم تشوفي شو عندك؟ الفكره بلشت اول شيء كنت اشتري لمنقوشه زعتر لبناني الصح بالمرض، انا لي 10 سنين هون، المهم انا لي سنين. كل عمري كنت احلم اول شيء انه يكون عندي ريستورون هيك صغير مكان كان بيكري على سناك على كافيتيريا اللي بيسموه العالم ووصل لنا صراحه حبينا نطعم الناس المنقوشه اللبنانيه الصح مش المنقوشه لانه نحن ما بنعيش بالحياه شو حاجه المنقوشه الزعتر حبينا ندور العالم حبينا نفوت على قلوب العالم من وراء المنقوشة اللبنانية الصح وبنعرفك بتعشق الزعتر مشان هيك حبيناك تكون هون ونحن كثير مبسوطين فيك وتعوا جربوا المنقوشة عنا سافروا 4 ساعات على لبنان وبترجعوا انتوا على بيتكم كلام بيحكي عن حالك ما بعرف قول اكثر من هيك على البوم قلبك صرخت انا لبناني وبفتخر تعوا كلوا عندي برافو لي طعميلي يلي صار لي كل هالفترة أنا بدبي ما حسيته شو اللقمة المنقوشة إحساس الضيعة زعتر مع لبنة وخضرة وبقية اختراعات عليه نحن ما بين حسيت حالي لبنان عن جد شو اشتقت لهالاحساس المنقيش اللي كثير رقاق الفرن جبنه مع زعتر ريحتها مش معقول مسختين على قلبك واو هيدي هون رجعت على لبنان هيدي اسمها وايلد عكاوي وايلد زعتر مع عكاوي ميكس بيت عجل بيت يلي منفتش عليها تفتيش بتضيع في منا هون صحتين على قلبك مش معقول مش منا ناشفه الجبنه اللي بقلبها ملحيتها بهاراتها على الميل خبزتك بتعقد صحتين على قلبك جاي يا ريت نخلصهم كلهم دقيقة تذكر جبنة قشقوين مع محمرة شو هاي؟ كلشتين ثلاثة أربعة ما فينا ما نكفي ما نكفي صحتين على قلبك جبنة مع كفتة إحساس لبنان ريحة لبنان نفس لبنان كرم لبنان مش معقول لو كنتش متمول كثير كنت أخذت معك 20 فرق يا حبيب القلب مش معقول ما لقيشه 3 مرات اخوات الساعة 4 شوي حكيلها مع لبنة وخضرة ضروري بعث لي لحم بعجين بدها قرص الحامون بدها الشكل بدها تبشر الدنيا
وصل لك عليها بعد حمود. أول ما وصلت اللي أكلت طيبين. أتوقع أكلت طيبين بس خلينا نقول شوية عن أكلت طيبين. هذا مش أكل, هذا حب, شغف, إحساس. هذا شغل حدا بحب اللي عم بيعمله وأهم شيء بحب الناس. اهلا وسهلا فيك وشمينا ريحة لبنان فيك, احنا مش بس لبنانيش حبيت انبسط يعني بس بعد شوي يا حبيبي بدون دعاية بدون مبالغة أكثر من الاختراعات بدبي بكل قلب وبكل فخر تكون لبنانية على الاخر وتكون انطني على الاخر حتى ما تقولش تزعتر أكيد مع لبني وزيت زيتون مرقة مثل ما لازم بالنص لبني على القد شوية بندورة نعنع أكيد الزيتونات ما بيتروحوا وهيدي ساندويشة لبنان ألوان لبنان طعمة لبنان أطيب وأهم ساندويشة بالعالم بتحط ضحك على الوجه بتطول العمر بتحط بحبكم ان هابينس مود بتذكركم بلبنان وبتخلي الزعلان ينبسط وساعات بتكون هالقد طيبه اخوات اليوم تعرفت على شخص بياخد العقل بمحل عنده اطيب من اوشر بدبي مشوار لبنانيه بكفي بكل فخر وبوقف شعر البدر بالاكل عندي جنوني وانا عايش عرواق لكن خيك أنطوني هو الماستر والزواق حلو 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 حلو